مساكم الله بالخير. موضوع اليوم بيسوي ضجة كبيرة ومقزز في أشياء أنا والله محتار كيف أنقلها لكم. أنا في سوق التعمير عند جملة الجملة بالنسبة للعطور، يطلع منها عطور مقلدة وكذا، بس وش لقينا والله ماني قادر أقول لكم. في تغريدة نزلتها أعتقد في رمضان أو بعد رمضان، في ناس كثير كذبوا الشيء هذا، خليني بحط لكم هذه التغريدة مقدمة. هذه كلها عطور مع الأخ المراقب محمد الشيري، حياك الله محمد. الله يحييك. هلا وسهلا. معلومات صادمة اللي تلقونها في هذه الأماكن. في شيء اليوم بالذات صادم جدا، اللي هو البول. وانتم كرامة، بول بشري في مكان تعبئة العطور وتركيبها. ايش عندنا هنا يا محمد اليوم؟ عندنا هنا تركيب عطورات، خلط وغش فيه المبسوس والمبرود. في هنا المخمريات النسائية، بنشوف المخمريات بعد شوي كيف تحضر، كيف تجهز عشان الناس يكون عندهم فكرة. مسك الطهارة وكل أنواع العطور الماركات العالمية موجودة بهذا الشكل، لكن الأهم أجلكم الله لازم تشوفون بالعين المجردة وش وجد هنا. بول بشري، تعرفون ليش يستخدم البول؟ يستخدم مثل ما قالوا ناس متخصصين لتثبيت اللون وتثبيت الرائحة في هذه العطور المقلدة، وهذه خطورتها. احنا بنشوف الآن يا محمد هذه الكميات المهولة، يعني وفي داخل سوق التعمير، يعني خطر للغاية. نعم. في منطقة حيوية. نعم. وسط الرياض، لوجود الكحول. أي. والمثلون. أي. ووجود الغاز الجنبة. شوف تخيل هذه البراميل كلها ممكن تنفجر في أي لحظة. معنا الأخوان من الحالات الأمنية المشتركة ومدركين الوضع وخطورته. خلنا نشوف هنا بعد، شوفوا هذا اللي مثل الفازلين يصنع منه الخمريات، يجي بهذه البراميل وتطبخ هناك. تفضل محمد. هذا هو زي ما تفضلت انت، هذا الفازلين. أي. يأخذ ويحط على النار هناك. أي. ويضاف عليها ألوان. أي. لحظة، إذن هذا اللي هو فازلين يا محمد يطبخ، وما هو فازلين، هو شيء مشابه للفازلين. إيه، هو باور أويل. إيه. ويطبخ هنا بهذا الشكل. كل الخمريات أعتقد بنفس الطريقة. تمام. عندك أسماء. إيه. تجذب المستهلك. إيه. دلع البنات. أحب. هذا إيش عندنا هنا محمد؟ هنا لوشن. إيه. زي ما تشايف. إيه لوشن. يضاف عليه روائح طرية. أي. ويعلق ينزل للمستهلك. ياسا، شوف في هالمكان القذر هذا كله، شيء الحقيقة مخزي. طبعا هذه يجهزونها ورد ملكي، شوفوا الأسماء الماركات العالمية ودهن عود، كلهم مجهزينها. هذه استيكرات، كل هذه الكميات قابلة للانفجار في أي لحظة لأنها كحول ومواد خطيرة كيميائية. ويجهزون دهن عود. شوفوا كل هذه البراميل يعني في منطقة حساسة، وهذا في مستودع تحت الأرض. يعني حجم الخطورة لا أحد ممكن يتصوره. فوق هذا يا جماعة بول. الله يكرمكم ويكرم السامعين، لكن لازم الناس يشوفون بعيونهم لما نقول هذه الأشياء خطيرة ويقولون أنتم مدري إيش، شوفوا بعينكم عشان تصدقون. شو الإجراء الآن يا محمد؟ يتم إغلاق المنشأة. أي. استدعاء من الوزارة والتنسيق مع الزملاء في الدفاع المدني لتأكد بالسلامة. تمام، يعني هذه الآن خلاص الإغلاق الآن. خلقون استيكر وبعدين تكمل باقي الإجراءات. نعم. تمام، ممتاز. الآن هذا الموقع افتحوه الأخوان في الدفاع المدني مع الحملات الأمنية المشتركة، كان مغلق. شوفوا كمية البراميل اللي موجودة في هذا المكان، يعني لا سمح الله أي شرارة
كلها كحول عطور، أي شرارة ممكن ينفجر. متخيلين الخطورة؟ يعني خلونا نطلع من موضوع أنه مقلد وما مقلد إلى موضوع خطورة هذه البراميل في وسط مول تجاري. متخيلين؟ شوفوا الكمية، البراميل الضخمة، كل هذه كحول. قول لي محمد. صحيح، هذه كلها كحول ومثلون. يا ساتر. الآن شوفوا كمية، يعني كلها أسامي ماركات، سكادا، مون بلان، شوف والاستيكرات للتعبئة. هنا أيضا في موقع آخر كيس القمامة مع التحضير للعود والبخور وسط هالبراميل. هذا إيش يا محمد؟ هذا بخور. إيه. يضاف عليه بعض الروائح ويعبى في هذه، يسمى بخور كويتي. أها، بخور كويتي.